ورجعنا لحضراتكم مرة تانية. معانا بقى دلوقتي خبر عن عيد الموسيقى والبيئة اللي بيقام في أكثر من 120 دولة حول العالم سنويا، بدأ في محافظة الإسكندرية وتم فيه تقديم برنامج موسيقي استثنائي مصحوب بمناقشات ومعارض وورش حوالين الحفاظ على البيئة والانتقال البيئي. عيد الموسيقى والبيئة بيتم بدعم الصندوق الثقافي الفرنسي الألماني والشراكة مع مشروع الاتحاد الأوروبي الأخضر الممول بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، واللي بتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر بالتعاون مع وزارة البيئة، واللي شهد للمرة الثانية تعاون بين المعهد الفرنسي في مصر ومعهد جوتا القاهرة مع شركة أورنت برودكشنز مع كمان منظمة جرينتش لتنظيم هذه النسخة. كاميرا صباح الورد كانت موجودة في الاحتفال، فتعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل أخبارنا، انتظرونا. حدث كبير زي ده، خصوصا ان ده تاني مره نعمله بالحجم ده بالتعاون. طبعا احنا فرنش انستيتيوت، المعهد الثقافي الفرنسي، دايما بنحتفل بعيد الموسيقى، وبقى ده تقليد قديم جدا من التسعينات في مصر ومن الثمانينات في العالم ككله. انما بقى لنا سنتين بنعمل شراكه مع معهد جوتا الالماني وبنعمله بالحجم ده عشان نوصل لاكبر جمهور. فطبعا الاستعدادات ليه بتفضل بقى لها سنه مثلا تحضيرات. النهارده ان احنا في البارك الاسد بارك في القاهره، ودي تاني يوم من عيد الموسيقى. بدانا امبارح في الاسكندريه، واليوم في مناقشات موضوع مختلفه للبيئه، وكمان في ورش عمل، وفي الليل يعني برنامج الموسيقى. الحقيقه النهارده كنا بنتكلم على قضيه بتطلع كل صيف في السوشيال ميديا عن الاشجار، فاحنا كنا بنتكلم عن النقل، بس الناس بتقول طب انا همشي ازاي للمواصلات العامه واستعملها ازاي لو الاشجار شويه شويه ابتدت تتلاشى من المدينه. في مزايا كتيره جدا من توسع في الطرق، طبعا سعداء ان الناس مثلا لو حد محتاج عربيه مطافي تقدر تدخل في مناطق صعبه، زي احنا هنا في ازهر بارك قصادنا منشيه نصر. محدش ينكر ان وصول حاجه زي مطافي او اسعاف او غيره او غيره او ناس توصل لمشاغلها. طيب بس في بقى ديس ادفانتج بيحصل، ان بيبقى في خساره للاشجار ومساحات عامه بشكل عام. ازاي نقدر نعمل بقى استعاده للمساحات دي، ودي اسمها ستريت ترانسفورميشن، ان نبص على المساحات دي ويبتدي في مساحه للدرجات، مساحه للمشاه، مساحه للاشجار والكلام ده كله. بنعمل اعاده تدوير البلاستيك، بنحاول على قد ما نقدر نقضي على تصنيع البلاستيك اصلا. فهو احنا بنجيلنا تبرعات من بنك الكساء، بنحاول بنجيلنا بنعقمه وبندخله على مكوى، بنعمل درجه حراره المكوى بينه وبين البلاستيك، بنعمل عازل بينهم الورق الزبده، وبعد كده بنطلعها. بعد ما بتتكوي بنطلعها نعمل منها منتجات زي دي، او لو مش بنكويها بنعملها شرايط، بنعمل منها كروشيه زي دوت، او منتجات في شنط زي كده هوت.